مرحبا نرمين. لك اهلا وسهلا رفيف. اسمعي، انا رايحه على اجتماع وما عندي وقت ابدا، والا كنت حابه اقعد واحكي انا وياكي كثير. انا كان بدي دقيقه من وقتك بس. في شركه ضخمه لادوات المطبخ بدها تطالع فرن باسمي انا، تخيلي يصير هالشي. طيب نرمين، عمر طلب مني اجي واتشكرك كثير، يعني انت اللي عملتي شيء كثير منيح وحابين نتشكرك بطريقة حلوة، فقلنا بركي منعمل حفلة صغيرة ومنقعد. اي طبعا منعمل، تعالوا لعنا وبعملكن أكل طيب. اي لا، هالمرة ما بدنا نتقل عليكي بلا من غلبك، نحنا منقول بمحل البيتزا منجتمع كلنا كبار وصغار. اي والله فكرة حلوة، بس خلينا نحكي بالطريق لأنه تأخرت كتير. حذري شو العالم عم بينقوا علي، عم يسألوني إمتى رح أعمل حفل توقيع الكتاب اللي ألفته. اي بقى شو رأيك إذا عملناه عندكن؟ وهيك القراء تبعي بيلتموا عندكن وبيعبوا المطعم. عفوا منك، معلي تمسكي؟ طبعاً يا روحي، أصلاً نحنا كنا حابين نعمل شيء مشانك، فإذا هيك بدك ليش لا؟ حبيبتي ممكن تعلقي ورا؟ بعدين حتى أنتوا رح تستفيدوا إذا عملنا هيك شيء، يعني بيجوا الناس لعندكم وبتبيعيهم البيتزا ويوم مليان ربح، شو رأيك؟ والله ما بعرف شو بدي أقلك. لا تشكريني لأنه أنتي صاحبة الفكرة بالأساس. يلا أنا بدي أروح. لا وعملت لها قيمة وجاي لعند. وهي إهداء للست صفية مع تمنياتي إلك بأطيب الأكلات بالعالم كله. شكراً إلك، يسلم. أهلين وسهلين. يا مدام، من وراء أكلة اللحمة بالفرن تبعك صالحت مع زوجي بعد خناقة طويلة وقمنا فكرة الطلاق كله. أوه، الحمد لله. إذا بتوقعي لي بكون ممنونتك. اسمي مديحة. لما عرفت رح تكوني هون هلأ صدقيني إجيت ركض وبلا ما أفكر بس لدوق أكلك. اجيتي لحتى تذوقي اكلي؟ اها، كاتبين هون اطلعي، رح تذوق وصفات نرمين المميزه. وكتبوها على المينو كمان؟ هلا البيتزا تبع الاربع انواع جبنه ما زبطت معي، لهيك اجيت فورا لاتعلمها من حضرتك، وماني مصدقه ايما تذوقها. انا بعتقد انك رح تستني كثير. من بعد اذنك، تفضلي. يعطيكي العافية رفيف. الله يعافيكي. أنا هلأ شفت بالمينو أنكم بتكون تعملوا البيتزا يلي أنا مشهورة فيها تبع الأربع أنواع جبنة. ليكني عملتها وخلصتها وهي عم حط عليها البارميزان. بس شوفي هذا برميزان بودرة. إيه أنا ما بستخدم برميزان بودرة بهاي البيتزا، بستخدم قوالب كاملة وببشرهم على الخشن وبحطها فوقهم. إيه ما رح يصير شي، نحن دايما نستخدمه وبيطلع كتير طيب. إيه ما بيصير شي بالنسبة إليك، بس أنت لازم تعمليها حسب وصفتي هلأ، لهيك لازم تجيبي جبنة وتبشريها فوقها. نرمين، أصلاً جوات هاي البيتزا في أربع أنواع مختلفة من الجبنة، يعني هلأ هالناس وإني عم ياكلوا بدهم يتطلعوا ويقولوا ليش مو حاطين قالب البارميزان مبروش فوق أو حاطين بدل البودرة؟ إيه خلص كرمال الله، لو سمحتي نرمين، نحن دائماً بنستخدم بودرة البارميزان وما حدا عمل مشكلة منا لليوم، شو رح يفرق عن القالب؟ ما هن الاثنين نفس الطعم. هلا رفيف، ممكن تجي تشوفي الفرن لأنه ما اشتغل. ليكي فيكي تضربيه ضربة خفيفة. صحيح، طب شفتي بالأول الضوء تبعه شاعل ولا شو؟ ما بعرف. والسيد عمر بده ياكي. خلص انا طالعه. لكن نرمين بقيت انتين، انت رشي البودرة عليهم وانا راجعه فورا. لكي رفيف خدي راحتك. مرحبا. هلا نحن ما تعرفنا، انا نرمين. اهلين يا خانم. بعدين منتعرف. العجين ليكو موجود هون بس انا بدي صينيه اليوم المساء، بدنا ناكل ألز بيتزا بالكون محشيه بثلاث انواع جبنه وكتير مميزه. بس بدون البارميزان. طيب هلا شو بده يصير بهدول؟ يا ربي سامحني على هالذنب، بس الكل بدهم يفكروا انه هالبيتزا معموله من وصفتي. نرمين كبت الزبالي ما؟ تفضلي صار جاهز هلا، أهلا وسهلا فيكي، شرفتينا بزيارتك. ممكن شوي لو سمحتي؟ شو بكي مو شايفتيني عم وقع لون؟ الكتاب بيستنى شوي بعد إذنك لحظة ولا بس. شكرا كثير إلك، يلا تعي. عن إذنك بس شوي. كأنه البيتزا تبعنا بحاوية الزبالة، فيني أفهم مين اللي كبها؟
ليكي رفيف، ما بدي اكسر بخاطركم، بس كمان ما بقدر غامر وخليكم تعملوا البيتزا تبعي بهي المواد الغريبه. مواد غريبه بشو؟ ولك هدول المواد نحن عم نستخدمهم دائما، وعلى القليله قبل ما ترميهم بالزباله كنت اسالي. رفيف لا تنسي انه انا شريكه كمان، وبعدين بالمنيو كاتبه انه البيتزا باسمي والناس جايين لياكلوا البيتزا تبعي انا. اي وهي هي البيتزا تبعك نرمين، وانا مجهزتها حسب وصفتك، بس انت ما جربتي تدوقيها لتعرفي. برافو. خلص يا روحي، شوفي قديش حقها لادفع لك ولا تزعلي. بالله انت كل شيء عندك بالمصاري. انت شو قصدك؟ ما عم بفهم عليكي. قصدي انه انت ورجتينا حالك كيف نجحتي وعم تكسبي مصاري كتير من ورا شغلك هذا بالطبخ، بس مو يعني اذا انت محظوظه اكثر منا انك تجي هلا وتعملي علينا مدير. محظوظه؟ ما انا محظوظه؟ ليكي انا مشان وصل لهون فنيت حياتي وبتعرفي هالشي مو؟ اي وانا كمان فنيت عملي وحياتي، بس ما انحظيت مثلك ولهيك وقفت بهالمكان. اي بس يعني الواحد هو اللي بيخلق حظه بالحياه. ها وهلا انا اللي خليت حظي يكون اسوأ من حظك؟ فيكي تقولي شوي هيك، مو انت السبب المباشر، بس بهالمواد الرخيصه طبيعي توصل اموركم لهالمرحله وما تطلعوا منها. ممتاز. انا هون هلا عم حاول نظم لك حفله الك وانت عم تعملي علي مدير وتقيميني بكل سخافه. كثير حلوه القصه. اسمعيني كوني واقعيه، شغلكم رح يغرق هيك، ومو انا يلي بحاجه مبلغ ال20,000. حكيك صح، وهالشغلة هي اللي عم تهينيني وتزليني فيها طول الوقت. مبسوطة كتير بهالشي يا رفيقتي. لك وين رايحة هلأ؟ عالبيت. ايه بس يعني ما عم بفهم ليش أخدي على خاطرك مني. لو كنتي نرمين القديمة كنتي رح تفهمي علي. المصاريف وبعطيهم على بيتي. رفيف شوفي بقلب هالظرف شيك مشان تصلحي سيارتك، واذا ما بكفي بكمل لك. ايه بلا حكي فاضي، انا بصلح السياره على حسابي. يسلموا ايديكي، ما في داعي لالهم. بلا أنا رح أكمل مصاري بفترة قصيرة كتير، ورح أدفع لك مصاريك اللي صرتي فيه نشريك بمحل البيتزا. لك رفيف لو سمحتي لا تروحي وتتركيني، أنا ما بحب المصاري تأثر على صداقتنا منوب. راح وقته لهذا الحكي. بالمصاري بتعملوا شغلات كتيرة، بس يلي ما لازم تعملوه أبداً بهالمصاري إنكم تستخدموها كسلاح لتحموا حالكم، لأنه بكل مرة رح ينجرح حدا جديد. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.